أنا أعرف أن هناك مسجل صعوبة في تقبل على أن المعلم يحتاج ويستحق الاحترام الذي أتحدث عنه، وللذي وجد صعوبة في تقبل هذا الأمر فليتذكر التاريخ، ليرجع إلى التاريخ. التاريخ يقول لنا بأن المعلم بفعله التعليمي أسبق من إدارة التعليم. من الذي كان من قبل؟ من السابق ومن اللاحق؟ هل المعلم الذي يقوم بعمله، سواء كان هذا المعلم شيخ مسجد أو شيخ مسجد أو إمام مسجد أو معلما متطوعا كيفما كان، هل هو الأسبق أم إدارة التعليم وتنظيم التعليم؟ بطبيعة الحال الأسبق هو المعلم بعمله التعليمي. إذا الأصل هو أن المعلم يقوم بعمله، ثم نظرا لوجود الدول الحديثة بات محتما تنظيم هذه العملية وإخراجها من إطار العشوائية والصدف حتى تكون النتائج مخطط لها وتكون النتائج يعني ذات فعالية ويكون التعليم ناجحا ومحققا لأهدافه الكبرى وغايته الكبرى. إذا ما دام المعلم هو الأسبق فإن جميع الإدارات التي تخدم عملية التعليم وعملية فعل المعلم هي التي ينبغي أن تكون تابعا له وليس هو الذي أن يكون تابعا لها. طبعا الأمور الإدارية ينبغي أن تكون محترمة من طرف الجميع، ولكن أنا أتحدث الآن عن من الذي يستحق أن يوقف له. هل المعلم هو الذي يستحق أن يقف له وزير التعليم أم العكس؟ الذي يجب أن يقف للآخر هو المدير وليس المعلم. الذي يجب أن يقف للآخر احتراما هو المفتش وليس المعلم. الذي يجب أن يقف احتراما للآخر هو النائب وليس المعلم. الذي يجب أن يقف احتراما للآخر هو وزير التعليم وليس المعلم. هذا هو الأصل، وهذه هي الصورة الحقيقية والسليمة والأصلية. طبعا الآن الصورة مقلوبة تماما، لأن المدير يحس بأن المعلم يخاف منه، لأن المفتش يحس بأن المعلم يخاف منه، لأن النائب يحس بأن المعلم يخاف منه، لأن وزير التعليم يحس بأن المعلم يخاف منه. إذا المسألة ينبغي أن ترجع إلى نصابها الحقيقي وإلى إطارها الحقيقي وإلى وضعيتها الصحيحة. طبعا رجوعها إلى وضعيتها الصحيحة لن يستغرق 10 سنوات أو 20 عاما بل حتى أجيالا، وكان على الأقل بناء لبنة خير من ترك البناء مهدما، وكما يقول المثل أن تقوم بإشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام. يعني ينبغي أن نقوم بواجبنا، وما يحتم علينا واجبنا وضميرنا تجاه هذه المسألة. المسألة مسألة أمة، مسألة يعني مستقبل، ليست مسألة مرتب يريد أن يزاد عليه أو مسألة كأس شاي أو مسألة انتقال معين. مسألة احترام لأصل التقدم وأصل التنمية وأصل الحداثة. هذا هو الأصل، الأصل هو التعليم. نقطة أخيرة حتى أختم هذا التعليق، أريد أن أتحدث عن مسؤولية المعلمين. أعتقد أن المعلم الذي يخجل من هذا اللقب وهذا الاسم، أعتقد أنه يعني أخاف أن أقول أنه عار على هذه المهنة. ينبغي أن ترفع رأسك، أنت تستحق الاحترام، أنت تستحق الكرامة، تستحق العزة، تستحقها. وظيفتك أنبل وظيفة في الكون، وظيفتك هي وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، وظيفة المصلحين، وظيفة العظماء. افتخر بنفسك وارفع رأسك وطالب بحقك، ولا تسمح لأحد بإذلالك وامتهان كرامتك. أعتقد أن المعلم الذي لا زال ليس لديه إطار نقابي أو منتمي لحزب سياسي أو أي شيء من هذا القبيل، أعتقد أنه غير مهتم
بشكل كبير بمسألة حقوقه. نحن المغرب الآن هي دولة مؤسسات ودولة إطارات، وهذه الدولة المصاحة الدرة على الأقل الإطارات والمؤسسات ينبغي أن نستثمرها لمطالبة بمزيد من الحقوق. يعني أنا كنت سأل يعني هذاك المعلم اللي خايف ينتمي للنقابة ولي ينتمي للحزب السياسي، كيفاش كيقدر يقرر لتلامذو الاتحاد قوة؟ كيفاش الاتحاد قوة؟ الاتحاد قوة، أنت تخاف من الاتحاد؟ هل تعتقد أنك وحيدا ستحصل على حقوقك؟ أبدا، لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية، إلا الوحيدة، إلا المنفردة. حتى الأغنام إذا كانت مجتمعة تخيف الذئب وترعب الذئب ولا يستطيع الذئب الاقتراب منها، وإنما يتصيد الذئب الغنم القاصية والمنفردة والوحيدة. إذن أعتقد على أن يعني كلمتي أتمنى أن تكون قد وضحت بشكل كافي، وأمل أن تساهم هذه الخطوة الإعلامية في إيقاظ ضمائر المسؤولين التربويين الذين يتحملون ملف التعليم ببلادنا. راه ما بقى ميت، راه صافي، راه داكشي اللي بغنا نوصلوا ليه في الاحتقار راه وصلنا ليه. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.